وهذا الشيء له معنى واحد، انه عائلة جاروديا مضطرة تزوج يوراج مرة تانية مثلك. مرت عمي، بصراحة أنت معك حق، لازم ابنكم يوراج يتزوج مرة تانية ويجيب ولد. لأنه المشكلة فيني أنا، ولازم أتحمل وأتقبل وضعي. هيك نصيبي، ما عاد فيني جيب لكم ولد يحمل اسمكم. هالشي مهم كتير، لازم عائلة جاروديا يجي ولد يحمل اسمها بالمستقبل. وأنا هلأ بدي أطلب منكم كلكم طلب لو سمحتوا. إنه يوراج يتزوج من وحدة تانية بأسرع وقت.